السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. من أجل سهولة البحث وإيجاد الدروس من دون تعب، قمنا بعمل قوائم تشغيل خاصة بكل صف، وسنقوم تباعا بإذن الله ببث جميع الملخصات التي قمنا بإعدادها من قبل ضمن قوائم تشغيل هذه. سيكون الدرس قصيرا عموما، ويمكنكم إيقاف الفيديو وقراءة المحتوى بتمهل كما تشاءون. كما يمكنكم تحميل جميع الدروس من صفحتنا على الفيسبوك دروس في المنهاج التركي للطلاب العرب، ونرجو من خلال عملنا هذا أن تصل الفائدة إلى أكبر عدد من طلابنا الأعزاء، ودمتم بخير.